نأخذ الآن أسباب سجود السهو. وحنو هاد قد قلي دونا أسباب تكينيسا سجود السهو. أسباب سجود السهو ثلاثة. سدح السبب باك أنت. زيادة. صلاة ويني زيادة قشو. نقص. صلاة ويني نقصان قشو. شك. أمينو شك يمادو. إذا هذه أسباب سجود السهو. سدح يزيد. سدح ذا شيء باك أنا أسباب سجود السهو. أو نقص. زيادة هي النقص أو شك أما شكي الزيادة إذا كانت عن سهو مجرد ما تيقن أنه قد زاد يقطع هذه الزيادة لابد قفك هذه كشك يقول مجرد شك أي تهيد إنه وحن زيادة يعني زيادية سلاديسة الرنكاس يعني واترية أو ميلية قام للركعة الخامسة في صلاة الظهر مثلا ركعة ركعة شنات بصلاة الظهر إسلامي قفكي وعندما قام تيقن أنه في الخامسة مجرد ما يتيقن لابد أن يجلس ركعة شنات بو استقى صلاة الظهر حديقوا تاو يقينيي مركب واتريا وصول الله بنيا نعم النقص نوع على بعض والنقص النقصان فإذا ترك ركن من أركان الصلاة الصلاة باطل حديقوا الروح وكتا قوتيق مثل صلاة صلاة سوى باطل حتى يأتي بهذا الركن وبما بعد الركن إلى أوفقنك أولي مادو كدبنا أركانتك الأولي مادو يعني في الركعة الثالثة تيقن أنه في الأولى لم يقرأ الفاتحة والفاتحة ركن. استغفر ركعة سدحات تابن بوح الحصوصتي إن أنا فاتح هذا أخيين ركعة اللباب وحا واجب كوة ركن غير سعودي. فماذا يصنع؟ يصنع هنا يا يرجع إلى الأولى ولا بد. تيه ركن قنيا يقرأ الفاتحة ويتم الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة. نعم. ركعة ذي بكون قنيا وصو أخيرا يا فاتح هذه يدو تكن مكاسو كوي كرد ما يسيريا إذا كان النقص والترك للأركان الصلاة باطلة حتى أتي بالركن وبما بعد الركن هذه واحد لقد تجي أي تهي ركن كم إذا أركان الصلاة وحا خصب إنه أركان تا وكتجي وسوع عليه وإلا صلاة وباطل نعم وإذا كان الترك للواجبات هذه واحد لقد تجي أي تهي واجبات كحالي عن صومرني سهوا سهوهان وقتقي فالصلاة صحيحة صلاة ويسجد للسهو صلاة سوى صحيح والسجود يسجد للسهو نعم طيب القسم الثالث الشك كيف يسد هذا الشك يا الشك عندنا ينقسم إلى قسمين في كل العبادات أنا قلت أن هذا الشك يقول لبقى يبدو قسم عبادات كوردن أن يأتي الشك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة شك إنه يماد الروح مرق وقفار وعبادة وردن هذا لا يلتفت إليه إطلاقا وحكس وقاد مرة حكاس شك بعد الوضوء لا التفت إليه ويسغل كذب الشكيي وحباكس وقادم شك بعد التسليم من الصلاة لا التفت إليه صلاة مرة قبح الشكيي وحباكس وقادم شك بعد الطواف عندما خرج من الطواف شك هل طاف ستة أشواط أو سبعة أشواط لا التفت إليه مركب وطواف وقود ماذا الشكيي وحباكس وقادم كبر ثم شك هل هو متوضي أو لا التفت إليه صلاة وحدي وشكيي وحباكس وقادم إذن كل شك بعد الانتهاء من العبادة لا التفت إليه شك والبؤمان يا عبادة تداش وضع دنها كقليل لكن لو تيقن 100% هذا الشيخ الآن قال أنا 100% صليت الفجر بغير وضوء هنا يعيد الصلاة هذه الروح يسوي يقين سنه بقول كي بقول إنه الصلاة دي سبحت كذي ويسلآن صلاة وسعيلنا مكيدا إذن كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا التفت إليه إطلاقا لكن هذه الروح أي شك وانتهي أذو عبادة يستي وحبها كسوا قد أنا سعيلين قد يقول قائل قد تكون صلاتي باطلة نقول أنت تأثم لو أعدت الصلاة قبل ويورني صلاة هذا باطل أنا وحنا لنا مرك ورنيه هذا الدنباب هذا سوء عريس مر لبعض نعم إذا هذا الشك بعد الفراغ من العبادة لا التفت إليه شك إذا نوع سوكلة سوقات مالها إذا كان الشك داخل العبادة هذه هو الشك ويمادو عبادة قده هذا ويمادو ننظر وإيغينا إذا كان هذا الشخص كثير الشكوك يقول دائما أسجد للسهو في كل صلاة هذه الروح والشك بدنيا مر والباء وزوزا وسأول إيمانيه نقول أنت موسوس وحتى يقف وساس بدن باطهاي لا تلتفت لهذا الشك الشك كان وكلا وحدنا كقليل وليس عليك سجود سهو سجود سهو الوقوف ما لها وتكون دائما فعلت هذه الأشياء التي شككت فيها وتكون إيش يعني الآن دائما يشك هل يصلي ثلاث ركعات أو أربع ركعات نقول له دائما أربع ركعات لديك أوكي هذه مر بما دام أشك سنت هاي وذي سدح مس أفر مياه مر بإني أفر تاو قاضو لأنه موسوس حايل وسوس لوبة هاي نعم الثاني
قليل الشكوك، يعني نادر ما يسجد لسجود السهو، نادر ما يحصل له شك. قفكني قفك اللبات وقفك الشكيس ويريهي. فهذا نقول لابد أن ترجح. كان وحلينا هاي وحلقة مرمانا إلى رجح ذوات كلبات يسو شكيقة. فشك هل صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات؟ وحوك شكيي ما وحد تكتي سدح بس أفرد تكتي. أيهما ترجح؟ كيف ترجح يسا؟ قال أربع ركعات، نقول اجعلها أربع ركعات وتسجد للسهو. ما دام وشكيقي سويرا وحلينا هاي أفر محو هايو رجح. قال أرجح أن ثلاث ركعات لا أربع ركعات. رأيه؟ يرجح أن ثلاث ركعات لا أربع ركعات. عفواً، يعني وحو الرجح يرجح ثلاث ركعات أو الثاني، هذا حالة ثانية. حالة الحالة الأولى رجح أن أربع ركعات أجعلها أربع ركعات واسجد للسهو. صحيح. الآن الحالة الثانية يرجح أن ثلاث ركعات لا أربع ركعات، يجعلها ثلاث ركعات وأتي بالرابع واسجد للسهو. مد الله بعضه وحكشك يسدح من مسافر وحلينا هاي سدح رجح مد أفراد الله يموت. نعم، وإن لم يترجح لديه شيء يبني على الأقل. حدان أبتي سو حبا أن أكل بدنين وح أغير بصلاة كل سيا أو يقيسين هاي مرة أخرى. مرة الله بعض الزيادة متى تيقر أنه زاد يقطع الزيادة. زيادة الروح ومرك ويقينيو إن سلادي سؤال زيادة الشيء زيادة واترية وسعلية. أما النقص، أما حق النقصان ك إذا كان النقص للأركان فالصلاة باطلة حتى يأتي بالركن وبما بعد الركن. هذو نقص قالوا تيرش الصلاة دا قفك سوحا لغا مارمانا إنو تيرك سعلي وإلى ذات سوى باطل. وإذا كان النقص للواجب فالصلاة صحيحة إذا كان عن سهو. هذو نقص قالوا واجباتك الصلاة دا صلاة دي سوى صح وحركب يأسو الزهو. نعم، الشك، شكك الشك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا التفت إليه. وحانو ندي الشك وهدو يمادو مك عبادة كفارغ دي وحسو قد ملع. الشك داخل العبادة، شكك كل دعي عبادة قده دا كثير الشكوك لا التفت إليه. قفك الشكك فراها بدن دن يسنك قلن مسواسك الشكك عسي. قليل الشكوك نينك الشكك يسو يري هينا يبني على ما ترجح. وحو كل سياحة بمشى ويسوي حوجيو لم يترجح لديه شيء يبني على الأقل. حتى نكتس وحو حوق لبدر يعني سدح مع أفر عن حوق وهين شكن أغير بصلاة كل سياحة ويسجد للسهو. وحو الله إيمان أسجد للسهو والله إيمان إياه. يصح أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام. إنه قبل السلام سجود اللي يماد أما بعد السلام لبضوع صحيح. يكبر وتكبير سن يسجد وسجود يا يقول سبحان ربي الأعلى أذكرت اللي يغني وأخنا يسبحان الله ثم يكبر ويجلس حتى نواصفنا وفرسنا يا يقول رب اغفر لي وحورنا يا رب اغفر لي وحورنا يا ثم يكبر ويسجد حتى نواصفنا وسجد يا يقول سبحان ربي الأعلى أذكرت وأخنا يا ثم يكبر ويجلس وصوك بارا وصوف فرسنا يا ثم يسلم وصلنا وصلنا يا هذا هو السجود السهو. سجود السهو تغنى وأنت سواه لو سهى في السهو حدي إسلا السهو يجيب لفتي ذو كسهوية سهى في سجود السهو. سجود السهو لفتي يجيب كسهوية يعني عندما جلس قال التحيات لله ثم تنبه هنا ليس تشهد. نعم مركب وصافر استعاد أخريها درواب لا, لا شيء عليه يسلم ولا شيء عليه لب ملاه تسليم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وجزاك الله خيرا.